السعودية فاتحة أبوابها للكل. إحنا دائماً لما نسافر نحب نشتري قطع من شيء، عندهم كل شيء. عندنا كذا تحديات حنسويها. ولا وديكم رحلة في البوت كذا؟ أهلاً بالجميع، مرحباً بيكم في يوميات رحلات شي إن. أنا ما أعرفها هذه، وشو غمضة قاعد كذا شو؟ كما تعلمون، تعرض كل حلقة سارة اللي تستضيف ضيفين يشعران في تحديات مثيرة للتنافس من أجل المال على بطاقة شي إن الخاصة بهم. الحين حافل بس لازم أشوف على يور رياكشن. كيف؟ في كل مرة يكملوا فيها تحديات بنجاح، يتم إضافة المزيد من الأموال إلى بطاقتهم. ألعط يعني أطلع؟ لا. عرضت الحلقات السابقة ضيوفاً رائعين مثل الأختين الرائعين نهى ونور حامض في حلاوة والزوجين الجميلين اليونا ويزان والأخوين المغامرين ركان ونواف. في حلقة اليوم لدينا صديقتين رائعتان. نبدأ بأكل شوية نسحب طاقة. شهد ولانا سينضمون إلى سارة في رحلة عبر جدة. سارة بيتبهدل كثير. سيواجه الثنائي تحديات مثيرة ويلعبوا الألعاب ويستكشفوا المدينة. أنا سباحة ما بعرف. شكله بوديكم البر أنا حياتكم حتى عيبوني مرة. بينما يستمتعوا ببعض الأطعمة اللذيذة. هل أنتم جاهزون للمشاهدة؟ هيا بنا نبدأ. كيف كانت الرحلة؟ أهم شيء إن شاء الله تكونوا سهلة وبسيطة وكذا. كانت متعبة يعني بس الحمد لله. أهم شيء عوضناكم بالمكان دحين. صراحة المكان كتير حلو. أيوة صح؟ أنا لسه ولا شيء، هذا أنا رتبت لكم جدولي، يعني إن شاء الله اليوم حتنبسطوا مرة. يعني نبدأ بأكل شوية نسحب طاقة. بعدين حنروح بوت، أنا أعرف إنك تحب البحر فقلت أرتب لكم على حسب. وأنتي تحب الألعاب طبعاً فأنا نروح سيتي ووك نلعب شوية. بس اليوم فول داي أكتيفيتيز راح يكون. مرة ودي أروح له. خلاص نروح، وكمان مو بس كذا احنا حنروح ونسوي لكم شويه اكشن كذا تحديات. يعني نسوي اشياء كذا اكتيفيتيز، وغير كذا كل تحدي نسويه ناخذ عليه ايوه بوينتس وجيفتس عشان نلبس من شيء ان شاء الله. يعني على فكره صح كثير لبسك حلو. كل لبسي من شيء ان يعني والله من الحلق الين الشوز. فيس خلاص ان شاء الله يعني ايش ادودكم اليوم اكل كذا تستمتعوا في الوجبه اليوم. اي والله عاد مره جوعان ابشري عشان تصحصحي اصلا انت نايم شويه حتنام من الرحله. يمكن هاي اول مره لإلي بالسعوديه يعني هيك اجيها سياحه، فانا شايفه انه ما شاء الله يعني دور المراه كثير تغير بالسعوديه، شايفه انه في تغييرات كثير صارت من ناحيه الوظائف وكل شيء، سمعت عن هيك شغلات كثير. ايوه ايوه نسبه الفرص العمل للبنات الحين مره فرق، يعني اصلا الهدف يعني اننا نخلي تكافؤ الفرصه للولد والبنت نفسها، فعشان كذا انه صار في كل حتى يعني التخصصات اللي كذا كانت تعتبر جديده للبنات بدات تتفتح اكثر ويعني صار لهم انه بالعكس بزيادة دعم، يعني من في أي مجال تبغي، في المواصلات صار في دعم، إنه للأمهات اللي يكون مثلا تكون عندها بيبيز وكذا صار في برامج حكومية تدعم الأمهات، برامج تدعمهم في التوصيل، برامج تدعم حتى رواتبهم، ففي أشياء كثير بجد تخلينا إحنا نتحمس إننا نشتغل. حتى بالدراسة صايرة أشوف إنه كثير منهم صايرين يكملوا ماسترز. أيوه كثير حلو. حتى برامج البعثات صارت يعني صحيح. سارة بنتبهدل كثير؟ والله يعني شوف تبغوا سباحة وتبغوا كذا ولا تبغوا بوت و... لا لا بوت أحسن بحس. نخلي أجل يوم ثاني تجوا نخليه كل فول داي غوص، لازم تجربوا الغوص في البحر الأحمر. يعني يعتبر أنت طبعا من الرياض فالبحر لازم تستمتع فيه قد ما تقدري. وفي الكاياك تعرف الكاياك؟ أنا بحب الكاياك كثير، اللي هو البوت صغير وتجديف تجدفي. لا شكله بوديكم البر أنا حياتكم حتى عيبوني مرة. ولا وديكم رحلة في البوت كذا تتعشوا ولا تتغدوا ولا أي شيء ولا خلاص. أنا أحكي هذا أحسن أوبشن. ناخذكم بس لفة على البحر، هذا حدكم يعني لنا سو فار، هذا اللي شفته أنا. شكرا. يلا تفضلوا ذوقوا قولوا لي ايش رايكم. يلا بسم الله. طب كيلي انا الحين حافل بس لازم اشوف على يور رياكشن. كيف انت تحب الباذنجان ولا وش طلبتي انت سمك؟ ايوه هذا السمك كثير حبيتها. هذا
هذه النعسانة لسه خليها تاكل كمان بعدين. صح صح لذيذ والله. بالعافية يا رب. خلصي يا بنات يعني خلص بسرعة عشان نلحق. تبين الصدق يعني شبعت. بالعافية. ورانا يوم طويل. ورانا يوم طويل وما ألومك عادي يعني تقدر تسيب المكان للي بعده فإن شاء الله we'll enjoy. يلا أوكي. اليوم عندنا مبلغ مو قليل يعني 1000 ريال صح؟ اوكي والله اكلنا بعرفها هاي فيها تمر صح؟ تحب النحل؟ مين يحب النحل؟ اذا المخلل والطماطم ما تحبيهم صح. واضح البرجر حقك ناشف. خلاص هذا الاكتيفيتي اللي لقيته لكم هو كذا نروق على البحر على الغروب. والله حلو بابا. الجو كثير حلو. خلاص الجو حلو مره. ايوه بس انه ماني عارفه اجيب لكم تحدي وانا كذا مره رايقه. فاحنا اليوم عندنا مبلغ مو قليل يعني 1000 ريال. 1000 ريال في شيء انت تعتبر يعني مليونيره. واو. فلازم يكون على قل كذا في بيننا تحدي بينكم. اوكي فانتوا ايش عندكم كذا ممكن تتحدي لانا؟ انتوا ايش ممكن تتحديها؟ احس تحدي اللهجات. يس انا من اول سمعتكم قاعده تقولي ايش معنى هذا وايش معنى هذا صح. اوكي يلا جيبي كلمه مره صعبه. يلا انت يلا. هي اكله. اوكي عريكه. عريكه بعرفها هاي فيها تمر صح؟ ايوه فيها تمر. شفتي قلت لك مو شيء صعب. يلا دورك. اوكي احكي لك مقلعت. يعني اطلع. لا اوكي علط. مقلعت. مقلعت يعني انقلع روح عني. يعني صفه هي كأن مقرف مبهدل. اوكي اوكي طيب هي اللي اخذت بوينت ترى هو من 3 بوينتس. يلا جيبي لها انت شيء صعب. طب انت غششيني. انا ما اعرفها هذه. وشو غمبجه؟ احكي لي شو. ايش يعني غمبجه؟ غمبجه يعني شو هالخربطه؟ خربطه؟ لا حوسه؟ لا غمبجه يعني كآبة. اوكي كآبة غمبجة. اوكي يلا طب دورك جيبي. اوكي بابوج سهلة عاد. بابوج. بابوج نو. بابوج سهل. بطفش. لا يعني صندل او شوف. مرة صعبة انت حتفوزي. خلاص بقيلك نقطة يا لانا. حتى انا ماني قادرة اساعدك. جبت كلمة. هاتي. قدر. طنجرة. الله يفشلك. لو كرت أحسن. أعطيها الألف يا بنتي وانتي يعني خلاص كويس حتفوزي. عندك سيتي وورد دحين. شوفي بعطيكي منها 500 خلاص. أنا هيك تمام. خلاص إحنا آخر النهار قبل ما نروح للفعاليات والسيتي ووك والألعاب بقي لنا 700 ريال. بس برضو أبغاكم هذه المرة أنتوا تنقل تحدي. أوكي أنا عندي تحدي. هاتي التحدي. كل واحدة فينا تحكي ثلاث معلومات عنها. لازم أوكي. اثنين يكونوا صح وواحدة كذبة واحنا لازم نكتشف اي واحدة فيهم كذبة. اوكي يلا ابدي انتي. ابدا انا. اوكي سو انا بحب الافوكادو. انا بحب النحل. انا بكره البحر. تحب النحل؟ مين يحب النحل؟ ثانك يو. مين يحب النحل؟ تو ايزي تو ايزي. حرام عليك. شطورة. اوكي يلا انتي لانا. يدي انكسرت وانا صغيرة. اوكي احب الطماطم. احب المخلل. ما حد يحب الطماطم. تحب الطماطم؟ قليل بس هو الكذبة صح؟ في اثنين كذبة. كذا كمان؟ إذا المخلل والطماطم ما تحبيهم. صح. واضح البرجر حقك ناشف. بس لحمة. أوكي دوري. أوكي مرة أحب الطيران. أحب البحر. أحب السوشي. ما تحب الطيران. أكره. كل حد بحب السوشي. طيب مين اللي مهزوم؟ ما في احد مهزوم. خلاص تاخذوا 700 ريال تقسموها بينكم. اوكي حتقسميها معاها. خلاص دي اخذت. اخذت 1000 خلاص دي تاخذها. خلاص خذي 700 يصير في سيتي ووك جمع الباقي يصير باقي لنا لسه. اوكي مرة. عدينا الكيس الثقيل انا اعرف انك تدعى.
مع اللعبة الثانية. الحين وش بنسوي؟ هذه اتوقع لازم ترميها صح؟ من ضربة واحدة؟ طب ما ينفع تدينا فرصة ضربتين؟ يلا يلا يلا، لا خلها ثلاثة. واو على الايمنج يا بنات. عطني عطني يلا. الله. اي صح، يمكن مكان شاهد احسن. فنانة. يلا 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 هذه. واي او ماي جاد، هذه كم حد كلنا نشيلها مع بعض. يلا بنات مره كان يوم ممتع. خلاص خلصنا التحديات كذا، احس كفايه عليكم صح؟ صح صح، انا تعبت بس انبسطت كثير. اهم شيء انكم انبسطتوا. بس كان متعه والله. يلا ان شاء الله نعيدها مره ثانيه، ما هي اخر مره. أكيد. ان شاء الله. إيه خلاص عندنا الحين 3000 نقدر نشتري فيها اللي نبغاه من شيئا. ايوه خلصنا. فيلا تبوا ايس كريم شيء على النهايه ولا خلاص يبد؟ كيفك هادي. يلا تعالوا ناكل ايس كريم اخر شيء ونمشي.